مش بس كلام. من الأئمة الأربعة من يقول أن من أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن لم يوفي بذلك اليمين عليه كفارة. سبحان الله، عليه كفارة والله. يعني شوف أنت، نعم. يعني جزاك الله خير أخي أحمد، يعني لما الله العظيم الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يقسم بحياة مخلوق، لم يقسم بغير سيدنا محمد، نعم. لم يقسم لا بأول الأنبياء نوح ولا آدم، ولم يقسم بآخرهم قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، ولكن أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، لعظم مكانته، حتى أن الموت لم يستأذن مخلوق إطلاقا، نعم. إطلاقا، نعم. ولكن ملك الموت جل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن، قال لنا استأذنك يا حبيب الله، أنا مرسول من الله عز وجل، نعم. نعم. إن أمرتني أن أرجع دراجي نرجع، وإلا فالرفيق الأعلى، قال لا، الرفيق الأعلى اشتقت إلى لقاء، اشتقت إلى الرفيق الأعلى، ربي، نعم. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، نعم. ففي يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، مقرون بلفظ الجلالة حتى تقوم القيامة في الأرض بالأذان، ينتهي الأذان في هذا المسجد، يرتفع في هذا المسجد من قرية لقرية لمدينة لمدينة، لا يتوقف إلى يوم القيامة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك أيضا، يقال بأن سيدنا آدم عليه السلام استشفع بحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأثر، فقيل له لما كيف علمت بأن له جاه عند الله عز وجل؟ قال وجدت اسمه مقرونا بلا إله إلا الله، نعم. ومكتوبا على العرش، طبيعي جدا، نعم. وأيضا من التشريف، الله يفتح عليك شيخ أحمد، من التشريف أيضا أن ما فيش إنسان يدخل لهذا الدين العظيم، دين الإسلام اللي ارتضاه الله عز وجل لنا، إلا إذا نطق بالشهادتين. لا يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا تعد مسلما، نعم. أبدا، لابد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تشريف بعد الصلاة تشريف. كذلك، نعم، نعم. الصلاة اللي هي تعظيم خاص لله عز وجل، نعم، لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولمقام الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، جعل له ذكرى في الصلاة في التشهد، نعم. يعني عرض. فأيضا رسولنا عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة التي عندما رأته ولت مدبرة، قال لها لماذا خفتي؟ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. الله الله، نحن الآن اطمئن فيها، اطمئن فيها، أيضا لربي فيهم إنكم، نعم. مهما على شأننا أو كعبنا نبقى بشر، نحن الآن أخي أحمد في بعض البعض، هو ياقوت والناس حجر، أو حجر، يا سلام، أنا سيد، نعم. ولد آدم ولا فخر، نعم. نفس الشيء، لكن الحقيقة، نعم، هي نعم. سيد ولد آدم ولا فخر، نعم، نعم. نقش اسم من معاناة من نور، نعم. ذاق في الحق ما لو ذاقه جبل، الله الله. لن دك حتى استوى في الأرض أعلاه، نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل العالم لهالمرحلة بعد أن نال منال شوه، أوذي، ضرب، قيل عنه ساحر، مجنون، صلى الله عليه كذاب، نعم، نعم. طعنوا في شرف زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله، رضي الله عنها وأرضاها، اتهموها بأن وقعت في الرذيلة، سلطوا عليه الشعراء الدهماء، طردوه حتى خارج مكة في الطائف، ذاق الويلات اللي المعنوية والمادية، ومع ذلك لم يتغير. كان أول خطاب لما دخل إلى المدينة، اليوم نقول للعالم اللي يحكوا على وثائق حقوق الإنسان، نعم. كل يوم طلع دولة تقول هذا بيان للليبيين وغيرها، نعم، نعم. عندنا بيان، أول بيان حقوق إنسان عالمي، الله أكبر، أول بيان، بيان الحبيب، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام. الله أكبر. شوف يا أخي أحمد، ما أحاط بهذا البيان، نعم. كان مطرودا من مكة، نعم. وكان مطاردا، مطرودا ومطاردا، نعم، نعم. الله. ورقبته على المحك، نعم. جائعا، حافيا، باكيا، شاكيا لله عز وجل، سبحانه. عندما استقبل بالدفوف في المدينة المنورة، نعم. بذاك الهتاف الرائع، نعم. طلع البدر، علينا، نعم. قبل ما يشوفوه عارفين إن بدر، الله أكبر، الله أكبر، شفت هذه النقطة، نعم. قبل ما يشوفوه هم على يقين، نعم. بأن هذا الرجل اللي تستقبل فيه الرجال والنساء، نعم. والكبار والصغار، نعم. عرفوه بدر من سيرته، نعم. قرآنا يمشي على الأرض، تصف سيدة عائشة رضي الله عنها، خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، فكان، نعم. شهدوا له، والفضل ما شهدت به الأعداء، نعم، نعم. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، الله أكبر. أيها المبعوث فينا، وهب، يعني انت راك جاي حاجتك مقضيه، اللي جاي عليها راك صادق، الله أكبر. ايها المبعوث فينا، صدقنا بعتك، جئت بالامر المطاع عندنا، نعم. جئت شرفت المدينه، الله اكبر، مرحبا يا خير داع، وذلك يوم المرحمه ليس بيوم الملحمه، وليس بيوم الملحمه، نعم، نعم. عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم، تخيل لما شاف النصره والتاييد والبيوت والطعام والكل يستحلف ويبكي
ويستغيث يا رسول الله انزل عندي في بيتي في داري شرف بساطي شرف مرقدي وكذا. ومع ذلك لما تذكر المعاناة والطرد كان باستطاعته لما يخطب يقول لهم لا لن أرتاح في بيت أحد منكم حتى ترجعوا معي الآن تضربوا أعناق ورقاء وتسيل الدماء وتصلب وتجوع. حاشا وكلا. أول كلمة ماذا كانت في هذا الخطاب الشهير؟ الله أكبر. يا أيها الناس، وانظر إلى كلمة الناس، ما كانتش عنصري الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله كان باستطاعته يقول لهم يا أهل المدينة، نعم، أو يا أيها المهاجرون اللي جيتوا معي، يا مسلمين، يا مسلمين، نعم. ولكن يا أيها الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين بأسرهم. يا أيها الناس، بعد الناس إيش كانت أول كلمة؟ نعم، نعم. أفشوا السلام. الله. مش بس كلامي.